إذن أيها الحضور الكريم، انطلق في هذه اللحظات الشوط الختام لفئة الإبكار في هذه اللحظات، وهو الشوط العاشر والشوط التاسع عشر في المجموعة. اللي في المقدمة، اللي في الصدارة مباشرة، هذه الذيبة لعبد الله بن سعيد أبو صلعة، الذيبة مع الذيبة في المقدمة، الذيبة في الصدارة. أما ثاني المراكز أرى هناك اللي في ثاني المراكز جلمودة لراشد بن محمد الدعية المري، مع جلمودة في ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز الشاهينية لفيصل بن وسام آل وسام الهاجري، مع الشاهينية في ثالث المراكز، متميز في هذا الصباح بن وسام. ثالث مراكزنا أرى القدوم والوصول من هذا الشعار العيناوي، شواهين لسالم بن حمد الأدهم مع هذا الشعار، ولكن هناك من الجانب الأيمن اللي جاوزت هملولة لحمد بن جار الله المكسور، مع هملولة في هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل وبهذه السرعة. خامس المراكز شواهين سالم بن حمد الأدهم، وهذه إذن إذا عثرنا للخمسة مراكز المتقدمة، لا زالت هناك المقدمة والصدارة بقيادة الذيبة لعبد الله بن سعيد أبو صلعة. أبو صلعة إذن في المقدمة وفي الصدارة مع الذيبة، ولكن جاوز بن وسام في هذه اللحظات، أصدر التعليمات على الشاهينية بأن تباعد المسافة بأن تنطلق. أطلق لها العنان في هذا الشوط وسط هذه الشعارات ووسط أيضا هذا الحضور الجماهيري الغفير. إذن الشاهينية لفيصل بن وسام آل وسام الهادري، ولكن حذاري من اللي في ثاني المراكز، هملولة تشكل خطورة لحمد بن جار الله المكسور. هملولة ولا الشاهينية ولا هملولة؟ ولكن هملولة إذن من انتزعت هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك هملولة حمد بن جار الله المكسور. ثاني المراكز الشاهينية فيصل بن وسام آل وسام الهادري، وفي ثالث المراكز 18 ثالث المراكز 18 غير مدونة لدي في الكشف. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:07:60 جزء من الثانية. تهانينا للجميع.